مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالصعيد أطلقت مبادرة اسمها مبادرة ارسم ضحكة. المبادرة دي بالتعاون مع عدد من الفنانين التشكيليين، والهدف تقديم الدعم المعنوي لمرضى السرطان من خلال إدخال البهجة إلى قلوب المرضى عن طريق الرسم لتخفيف ألمهم خلال رحلة علاجهم الشاقة. المرضى رحبوا بالمبادرة وتفاعلوا معها، وتنافس الفنانون في رسم سكتشات سريعة للمرضى نالت إعجابهم. كمان المستشفى أعلن عن تنظيم معرض فني مصغر لكافة اللوحات المرسومة.